تفضل يا رب نفوس عبيدك المتنيحين وعبدك مثلث الرحمات نيافة الأنبا كراس في فردوس النعيم. اطلبوا عن أبانا وأخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات. أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وأبائنا الأساقفة ومعهم نفس أبينا مثلث الرحمات أبينا الأسقف الأنبا كراس وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخوتنا الشمامسة أبائنا الربان وأمهاتنا الرائبات وأبائنا العلمانيين وعني كل المسيحين لكي المسيح لهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا
خطايانا. تفضل يا ربنا نفوسا جميعا في احضانا بين القديسين ابراهيم اسحاق ويعقوب علم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآب والتنعت في نور قديسين.